متابعينا الأعزاء، متابعي قناة سمية بريس، السلام عليكم ورحمة الله. واليوم غادي نهضروا إن شاء الله على القضية ديال تهامي بناني اللي دايرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي داخليا وخارجيا. واليوم كيف ما تتعرفوا كانت المحاكمة اللي التمس دفاع المطالب بالحق المدني في ملف اختفاء جثة الشاب تهامي بناني خلال جلسة محاكمة إعادة تكييف القضية مع استدعاء المصرحين. وقدمت محامية المطالب بالحق المدني في جلسة اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف الطربيضة ملتمس كيرمي لتكييف القضية من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز، وكذلك التمس الدفاع في هذه الجلسة التي غاب عنها دفاع أحد الأحداث المتهمين في القضية إحضار مصرحين محضر، واللي أكدت فيه المحكمة على ضرورة حضور والد الماتل أمامها باعتباره كان وقت اختفاء الشاب تهامي بناني القاصر. وكذلك قررت الهيئة التي تنظر في الملف تأخير الجلسة إلى غاية 30 مارس المقبل والبت في الملتمسات. وغير بعيد عن المحكمة تحولت وقفة تضامنية مع والدة الشاب المختفي جثته إلى مشادات كلامية بين بعض الوجوه الحقوقية، واللي تبادلوا خلال هذه الوقفة اتهامات فيما بينهم بعدما اقتحمت واحد المرأة اللي قدمت نفسها كفاعلة حقوقية الوقفة التضامنية اللي كترفض رفع صورة الشاب بناني وصور ضحايا آخرين. وكيف ما كتعرفوا متابعينا الأعزاء على الملف المذكور الذي انطلق في يناير من سنة 2020 بمحكمة الاستئناف تطورات عديدة، من ضمنها تراجع محامين عن الترافع في هذه القضية إلى جانب تغيير الهيئة التي تنظر فيه بعدما جرى تنقيل رئيسها إلى محكمة النقد. أما بالنسبة للناس اللي ما عارفينش هذا الملف، فهذا الملف تعود أطواره إلى 2007. هذا الملف اللي تار للعديد من الجدل، وما زالت والدة الشاب الضحية تحكي تفاصيله بمرارة. وبالضبط 2007 وكذلك منتصف أبريل حين خرج ابنها البالغ آنذاك 17 عاما رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها لأحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولم يظهر له أثر. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الحقيقة تبان في أقرب وقت، كنتمنى أن الملف يأخذ مجراه والمحاكمة تكون عادلة. والحمد لله احنا في واحد البلد اللي فيه العدل أساس العيش. شكرا على متابعتكم وإلى فيديو قريب إن شاء الله.